السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة سامراء الفضائية وحلقة من حلقاتنا في التغطية الخاصة لهذا اليوم وأيضا الملف السياسي هو المتزعم والمتسيد في ملفات المطروحة للنقاش في هذه التغطية. الملف السياسي اليوم بعد انتهاء موضوع رئاسة البرلمان يعني ظهر في الأفق موضوع آخر ويبدو أنه المشهد فيه بدأ يتعقد أيضا ويتجه إلى جلسة مفتوحة في الأيام القادمة، يعني يوم الثلاثاء ستكون يا إما حسم في الدقائق الأخيرة أو ستترك مفتوحة لحسم الأمور بالنسبة لمرشح رئيس الجمهورية الذي بدوره سيؤكد أو سيطلب من الكتلة الأكبر أو ما إلى ذلك من النواب تسمية أو الجهة التي تستطيع تسمية رئيس الوزراء لحسم موضوع الحكومة القادمة. لكن موضوع رئاسة البرلمان كانت الانسيابية واضحة في التصويت وفي حصد الأسماء وأيضا للترشيح، كانت الأمور واضحة ومتجهة باتجاه كتلة البناء التي دائما ما تؤكد أنها قادرة على حسم الأمور في البرلمان العراقي، وهذا جاء مؤكدا. نتكلم واقع، احنا ما نتكلم بأقاويل المنافسين وما إلى ذلك، نتكلم واقع وقانونيا البناء هي من استطاعت حسم موضوع مرشح البرلمان السيد محمد الحلبوسي بعد ترشحه من المحور الوطني. لكن موضوع رئاسة الجمهورية ينحصر بين الديمقراطي الكردستاني وبين الاتحاد الوطني في التوافقات والتقسيمات السابقة لتشكيل الحكومات الماضية. موضوع أو منصب رئاسة الجمهورية موكل إلى الاتحاد الوطني، لكن بعد التغيرات التي حصلت بعد تحرير العراق من تنظيم داعش وعودة الأمور ودخول القوات العراقية إلى كركوك وعودة البيشمركة إلى الخط الأزرق وما إلى ذلك، اختلفت التوزيعات فيما بين الكتل السياسية رغم بقائها أن الرئيس رئاسة الجمهورية للكرد، رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة. لكن التوافقات في داخل البيوتات اختلفت هنا وحتى في البيت الشيعي وحتى في البيت السياسي الذي دائما ما يؤثر على الموضوع بشكل واضح. هنا نعمل على تبسيط الأمور وتوضيحها من خلال تسمية رئيس البرلمان. الاتحاد الوطني قالها أن السيد برهم صالح هو مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية، بينما الديمقراطي عاد وذكر أن ليس للاتحاد الوطني فقط حق ترشيح رئاسة الجمهورية، نحن أيضا نملك هذا الحق ولدينا أيضا مرشح آخر الترشيحات، يقال أنهم يعني رشحوا السيد أو الدكتور حسين فاضل، وننتظر هنا التصريحات. نأتي على التصريحات، جانب مهم من التصريحات طبعا التصريحات وعدم التزام المسؤولين أو النواب بالمتحدث باسم الائتلاف يولد تشويش وشوشرة وأيضا يعطي مجال للجهات التي المنافسة اللعب على أوتار التصريح، بدليل أن لحد الآن أكثر من 12 مرشح لرئاسة الوزراء، غادرنا رئاسة الجمهورية الآن نتكلم عن رئاسة الوزراء، أكثر من 12 اسم تم طرحه من خلال المواقع ومن خلال الوكالات الإعلامية لرئاسة الوزراء، بدأ يتصفى هذه الأسماء تتصفى شيئا فشيئا إلى أن انحصرت بين اسمين أو ثلاثة أسماء، سنقول أو سنقول يعني نؤكد من هما الذين سيتم أو آخر ما تبقى من الأسماء المتداولة بين الأوساط أو ما يمر من التسريبات السياسية. لكن هنا الاختلاف واضح. تصريح لنائب يقول أن جلسة يوم الثلاثاء ستكون مستمرة وبانسيابية بدون تأجيل، يعني موضوع حسم رئيس الجمهورية سيحسم. لكن تصريحين متوافقين يصب باتجاه واحد أن لا حسم لرئاسة الجمهورية ليوم الثلاثاء لمرشح رئاسة الجمهورية، تصريح للسيد أحمد الأسدي
وللسيدة إفيان، وهذا التصريحين جاء متطابقين بنسبة 100% على أن يوم الثلاثاء لن يكون هناك حسم لموضوع حد اللحظة حد الدقائق الآتي، يعني ماكو أكثر من أقل من ساعتين أو ثلاثة، حد هذه اللحظة لن تكون هناك حسم لموضوع مرشح رئاسة الجمهورية. لا نعلم، قد تكون في الساعات القادمة من متأخرة من هذا الليل أو يوم غد، لا يزال الوقت مبكرا على جلسة 25 يوم الثلاثاء، وقد يتم حسم الأمور بشكل نهائي، لكن حد هذه اللحظة المؤشرات تشير إلى عدم توافقية حسم رئيس الجمهورية. نعود إلى موضوع رئاسة الوزراء. رئاسة الوزراء لحد هذه اللحظة الأسماء المحصورة بمسألة رئاسة الوزراء بين السيد عادل عبد المهدي وبين السيد العبادي كمرشح لولاية، رغم أن التأكيدات أنه خارج التصنيفات، لكن لا يزال يحظى بمسألة نسبية بأن يتولى الثانية، وبين مرشح آخر لحد الآن ولا أريد نطرح اسمه، مرشح آخر لا يزال يداول أو يتداول به خلف الكواليس، لحد هذه اللحظة لم يتم طرحه بشكل تداولي، يعني بشكل أنه يكون من ضمن الأسماء التي تم طرحها. إلا أن عودة حزب الدعوة وجلسته اليوم السبت لتجاوز الخلافات، أيضا اختلفت التصريحات فيما بين أعضاء الحزب من رشح ومن يرشح. السيد السنيد يقول أن احنا تجاوزنا الخلافات، بتصريح له تجاوزنا الخلافات، لكن لم يتطرق إلى أي اسم من أسماء المرشح لحزب الدعوة لتولي رئاسة الوزراء. طبعا هناك توجهات حزبية وائتلافية لإخراج حزب الدعوة من رئاسة الوزراء وتسليم خارج دائرة رئاسة الوزراء لهذه الدورة، لكن دأب حزب الدعوة إلى رأب الصدع ما بين الفرقاء السيد العبادي والسيد نوري المالكي وجمعهم في ائتلاف واحد، لكن هذا أيضا لم يتم ترشيحه ولم يتم تصديره، بقى الموضوع، لكنهم تجاوزوا الخلافات بمسألة المشاكل التي دارت فيما بينهم. عن هذا الموضوع وعن مواضيع أكثر ينضم معي عبر الهاتف السيد أمير الدعمي المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ أمير. أستاذ أمير تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ أمير. يعني لحد هذه اللحظة وحد هذه الساعة لم يتضح اسم المرشح لرئاسة الوزراء، والتصريحات تقول أننا لم نتفق، الكتل تقول لم نتفق على أي اسم لحد هذه اللحظة رغم تسريبات الكثير من هذه الأسماء. هل هذا يعني أن المشهد لا يزال معقد وكلما تقدمت المفاوضات نعود إلى المربع الأول؟ نعم، تحية الكريم للمشاهدي قناة سامراء الفضائية. يعني حقيقة أنا أعتبر اليوم رئاسة الوزراء هي أحجية، وهي يعني الصورة الضبابية تعتبر اليوم لمن سيكون رئيس الوزراء، لكن بنفس الوقت احنا يعني أمام القوى السياسية الآن خيارين لا فارق لهما، أما أن يكون ليس من بين الأسماء المطروحة من سيتولى رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة على اعتبار توافق سياسي يحصل بين الكتل التي سترشح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، أو سيكون للسيد العبادي الحظوة الكبرى بأن يتولى هذا المنصب لولاية ثانية على اعتبار أن هناك اختلاف وانقسامات في جميع الأسماء التي رشحت من قبل الكتب السياسية، ولم يتفقوا على رؤية معينة بخصوص من سيكون هو رئيس الحكومة المقبلة. لذلك أنا أعتقد أما سيكون هناك اسم بعيدا عن الأسماء التي رشحت ويعني من باب الاختيار، أو سيكون السيد العبادي هو المرشح، وأنا أجد أن
نعم، لكن هنا المؤشر بحضرتك اللي تكلمت لسيد العبادي عليه فيتو إيراني بتولي الولاية الثانية، وأكثر التصريحات تقول أنه خارج الحسابات اللي ترشح رئاسة الوزراء. يعني اليوم مصلحة حزب الدعوة إذا هناك مؤشر أنه سيفقد في السنوات القادمة الإبقاء على السيد العبادي بولاية ثانية، أم هناك ترشيح آخر مثل السيد طارق نجم؟ يعني يؤسفني ويؤلمني أن تكون هناك دولة يعني تصل حد الوقاحة أن تتدخل برئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة، لكن هذا واقع الحال للأسف. ليس الفيتو فقط من قد يكون الإيرانيين، قد يكون أيضا الفيتو من الأخوة الكرد على اعتبار ما حصل ما بعد 25 أيلول وما حصل بموضوع الاستفتاء. لكن أنا أجد أن مثل ما هناك فيتو قد يكون من الجانب الإيراني على رئاسة السيد العبادي لوجود خلافات وعدم يعني توافق الرؤى بين يعني الرئاسة بين السيد العبادي وبين الجانب الإيراني، لكن يبقى منصب رئاسة الوزراء يعني اعتبر خط احمر وسيادي بالنسبه للجانب الامريكي، وبالتالي لا يمكن ان يذهب هذا المنصب بعيدا كل البعد عن الرؤى الامريكيه وما يعني يريدون في المرحله المقبله. لذلك انا اجد ان الكفه ستثقل من الجانب الامريكي بما سيروه وما يطرحوه وما يريدوه هم لرئاسه الحكومه المقبله، وهذا ما شاهدناه ولاحظناه في عام 2014. الكل اجتمعت على انه السيد المالكي هو من سيكون رئيس دولة ورشح نفسه على هذا الموضوع، لكن كان الرأي الاخير وفي اللحظات الاخيره ان يكون شخص بعيد كل البعد، وقد تكون شخصيه مغموره بالسيد العبادي انذاك سواء انه كان نائب، ان يرأس الحكومه وبتأييد ودعم امريكي، وبالتالي هذا المنصب لا يمكن ان يذهب بعيدا عن الدعم والرؤيه الامريكيه للمرحله المقبله. هذا ما اجده واستقرأ من خلال يعني 15 سنة فائد. لكن هناك من يرجح أستاذ أمير أن قدرة البناء وبائتلاف الفتح وأيضا سائرون بالخروج برؤية مختلفة عن ما هو مطروح من سيناريوهات إيرانية أو أمريكية وحتى سياسية في اختيار رئاسة الوزراء، لكن يبدو أن الاختلاف فيما بينهم أيضا عميق. سائرون ترى أن يكون خارج الكتل السياسية مستقل، والفتح يرى أن يكون من الشخصيات الغير مطروحة لكن أيضا سياسي ومن داخل الأحزاب. يعني هذا أنا أقول يعني بين حضرتك يعني أنه السيد العبادي صاحب الحظوة على اعتبار لم يتفقوا على مرشح، ولذلك انه ما يتعارف عليه وما معروف عن السيد العبادي هو الافضل في المرحله المقبله، خصوصا ان السيد العبادي وان كان قد اخفى في ملفات الفساد ومحاربه الفساد فعليا بعيدا عن الشعارات، لكن نجح في ملفات مهمه مثل ملف الاقتصادي، ملف العلاقات الدبلوماسيه، ملف ملف السياسي داخل رأس الصدع اللي صار بين الكتل السياسيه في مرحله ما، ملف وعد العراق وهذا كان ملف مهم وحساس وخطير. لذلك اليوم انا اقول انه كفه السيد العبادي مهما كانت يعني قلت في بعض الاحيان، لكن رجحت اليوم بعدم اتفاق الكتل السياسيه على مرشح معين بذاته واختلاف الكتل على هذا المرشح او ذاك، يذهب الى ان السيد العبادي سيكون هو صاحب الحظوه الكبرى، خصوصا انه اليوم السيد العبادي يحظى بدعم اقليمي ودولي وحتى دعم داخلي نوعا ما، ولا يزد عليه ذاك الفيتو الذي قد يمنع من توليه المرض الولايه الثانيه. فاختلاف هذه الكتل على ترشيح او الاتفاق على اسم شخصيه معينه قد يكون من مصلحه السيد العبادي، هذا من جهه، واذا لم يكن السيد العبادي اعيد واكرر ستكون هناك شخصيه مغموره لم تطرح من بين الاسماء المرشحه لرئاسه الحكومه في المرحله المقبله. نعم، طيب أستاذ أمير، يعني أيضا سلة رئاسة الوزراء بهذه المشاكل، ونرى أيضا هناك يبدو أنها تتشكل هذه السلة سلة العقدة لترشيح رئاسة الجمهورية، الاتحاد الوطني والديمقراطي أيضا يبدو أنهم لم يتفقوا على مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية، بينما في السنوات الماضية كان يطرح اسم واحد ويتم التوافق عليه. هل هذا يعني أن اليوم أيضا هناك أزمة في مسألة ترشيح رئاسة الجمهورية، وماذا عن التوقيتات الدستورية في حال لم يتم التوافق على اسم مرشح؟ يعني أنا أعتقد هناك فتحة من الزمن لاختيار أو انتخاب رئيس جمهوري، رشح من ترشح، اليوم أغلب باب الترشيح
مما صفت عليه هذه الاسماء من قبل الاحزاب الكرديه. وان كان يعني انه ترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه ليس من اختصاص الدستور، لم يرفع عليه رئيس العراق او رئيس جمهوريه العراق، هو كردي، لكن العرف المتعارف عليه اصبح هكذا، انه رئيس البرلمان سني ورئيس الوزراء شيعي ورئيس الجمهوريه هو كردي. اليوم اغلق باب الترشيح، هناك يعني لدينا فتحه من الوقت لحد يعني تقريبا 15 في الشهر القادم من شهر العاشر. اعتقد هذا يعني مجال كافي على اعتبار 30 يوم قد مضى او اكثر من 15 في الشهر، 30 يوم لانتخاب رئيس الجمهوريه من خلال نواب البرلمان. هناك صفقه حصلت، ما حصل بانتخاب السيد الحلبوسي وما حصل من تكتل ودعم السيد الحلبوسي من القوى الكرديه وخصوصا حزب الديمقراطي الكردستاني. هذا الحزب ينتظر رد الدين من قبل من دعمه في المرحله السابقه بانتظار يعني بانتخاب رئيس البرلمان. لذلك انا اعتقد ان هناك دين بعنف رشح السيد الحلبوسي سيرد الى الحزب الديمقراطي، وسيبقى الكفه من ترجح داخل البرلمان. هل هو الحزب الاتحاد الوطني بشخص السيد برهم صالح او ما رشحه الحزب الديمقراطي او من ترشح مستقلا لمنصب رئيس الجمهوريه؟ وهذا شيء مستبعد، سيكون لازم يعني لزاما ان يكون هناك دعم احزاب لمرشح رئيس الجمهوريه. وان كنت اجد ان السيد برهم صالح هو يعني الاقرب لتولي هذا المنصب على اعتبار هناك توافق وطني وهناك توافق لينيا دولي هذا بخصوص هذا الموضوع، على اعتبار انه شخصيه مرموقه وشخصيه لها علاقات دوليه واقليميه خارجيه، بالعكس من ان يرشح مدير مكتب السيد مسعود برزاني لمنصب مهم ومنصب سيادي تقريبا ورئاسه الجمهوريه. على اعتبر انه يعني ترشيح لتويم كردستان او السيد مسعود برزاني الى السيد فؤاد يعني السيد فؤاد حسين يعني اعتبره بنوع من الاستهانه بمنصب رئيس الجمهوريه، ولم يكن بهذا يعني لا ان نرشح مدير مكتب للسيد رئيس الاقليم الى منصب رئيس الجمهوريه. اعتقد ان برهم صالح هو الاقرب، لكن سيكون هناك دين ورد من قبل بعض الاحزاب والكتل السياسيه من ذهبت بدعم السيد الحلبوسي. نعم، يعني بخصوص الدين يعني استاذ امير، يعني نقطه مهمه اثرتها أن أسلوب أو سيناريو انتخاب رئيس البرلمان جرى وفق ما معهود عليه ومعروف، وانتخاب الأضداد بالنسبة للأمور وتمشية الأمور، وانتخب السيد محمد الحلبوسي أيضا رد الدين مطلوب للمحور الوطني بالنسبة للتيار أو الحزب الديمقراطي في مسألة ترشيح رئيس الجمهورية. في حال أن توافق سيناريوهان بتوجه نحو اختيار من تم ترشيحه، هل هذا يعطي صورة واضحة للكتلة التي ستقدر ومنها من ضمنها البناء التي هي أكثر الكتل وضوحا في البرلمان أن تحسم الأمور في اللحظات الأخيرة وتختار شخصية وتذهب إلى أقصى المشهد؟ يعني أنا أعتبر أنه يعني الكتلة الأكبر بانت ملامحها من اختيار الشيخ الحلبوسي وذهبت الى اختياره وتشكلت نوعا ما وان لم تكن تعلن، على اعتبار حصل توافق وحصلت رؤى وحصلت صفقات من خلال السيد الحلبوسي باتفاق معين. وبالتالي انا اعتقد ان رئاسه الوزراء ستكون من كتله البناء باعتبار انها يعني هناك توافقات وهناك اتفاقيات بين هذه الكتل، لكن ذلك لم يبعد كثيرا عن يجب ان يكون هناك توافق او رؤى متوافقه بين سائرون وبين البناء باتجاه رئاسه الوزراء. ممكن ان تشكل حكومه اليوم بعيدا عن سائرون باعتبار الفائز الاول ولا الحكم الجماهيري يعني لا يمكن ان يتجاوز سائرون، وممكن ان تشكل حكومه بدون البناء باعتبار الثقل الجماهيري ايضا باعتبار تمثيل الحشد الشعبي. وبالتالي يجب ان يحدث توافق باتجاه رئيس وزراء مقبل، لكن ملامح الكتل الاكبر انا اجدها متوفره او معطيات الكتله الاكبر متوفره في البناء اكثر ما هي في سائرون والاصلاح. نعم، يعني بسؤال اخير استاذ امير، يعني وعذرا للاطاله، موضوع الحكومه القادمه، هناك من يطرح مساله مهمه جدا ان لرئيس الوزراء القادم حريه التصرف وتسميه وزرائه، لكن اصرار بعض الكتل على ان تكون هناك موضوع التوافقات داخل المحاصصه في الكابينه الوزاريه، ماذا يعني؟ هل نحن امام محاصصه مغطى ب
شكل جديد مختلفة عن ما كانت عليه، أم هناك أوضاع مترسخة في العملية السياسية تفرض على الكتل السياسية البقاء في مربع المحاصصة والتوافق؟ يعني بعد 2003 تشكلت الحكومات مجتمعات مختلفة، الشراكة والتوافق وإلى آخره، الوطن كل الوطن يعني يجمع كل الوطن يسبقها باسم وبعدها الوطن، لكن بقيت المخاصصة الحزبية والفئوية هي التي تسيد المشهد السياسي والحكومة والكابينة الوزارية. لن تكون أي حكومة تأتي ولن يكون لأي رئيس وزراء يأتي وإن كان جاء من الفضاء أو جاء من القمر ليحكم العراق في الأربع سنوات القادمة بعيدا عن المخاصصة الحزبية والطائفية. وبالتالي لن نذهب بعيد موضوع المخاصصة ولن يكون له حرية الاختيار بكابينة وزارية، وإن كنت أعول أن يكون هناك برنامج وطني وبرنامج حكومي الوزراء بعيدا عن من يكون هو رئيس الوزراء. لن نطرح الأسماء عليه أن يقدم برنامج حكومي وأن يكون مسؤول أمام البرلمان والشعب العراقي بكابينة الوزارية، لكن سنذهب إلى حكومة الشراكة وحكومة الفضاء الوطني وحكومة وحكومة، وبالتالي أساس هذه المسميات أو مضمونها هو مضمون المخاصصة الحزبية والطائفية. نعم، المحلل السياسي السيد أمير الدعمي، شكرا لك ولهذه المعلومات. شكرا جزيلا. أهلا بكم من جديد في جزئنا الثاني من تغطيتنا لهذا اليوم، وسنحدث فيه موضوع أو المشهد الأمني في محافظة صلاح الدين والمحافظة الأنبار. ونبدأ من محافظة صلاح الدين، يعني قائد العمليات سامراء أكد في من خلال مؤتمر الصحفي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بمحرم بنجاح، وأيضا انطلاقة لمرحلة ثانية للخطة الأمنية الخاصة بحماية مواكب الحسينية لخلال شهر المحرم. نستمع إلى ما جاء في مؤتمره. انتهت المرحلة الأولى من خطة الحماية الخاصة بشهر محرم الحرام، وكانت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تبدأ من 1 محرم إلى صباح يوم 14 محرم، وتم من خلالها تأمين الحماية ل 159 مسجد وحسينية و 291 موكب في مركز قضاء بلد والدجيل وسامراء والطريق العام. المرحلة الثانية ستبتدأ إن شاء الله من 15 أو صباح 14 محرم إلى 25 محرم، والمرحلة الثالثة ستبتدأ من 25 محرم إلى 13 صفر، والمتوقع بها أن تكون الزيارات مليونية لوجود حقيقة زخم كبير من زوال العراقيين والعرب والأجانب، والقيادة مستعدة لهذه الخطة بالموارد والإمكانيات المتيسرة. بالتأكيد الخطة نجحت للأسباب الآتية: أولا جهد استخباري متميز، معلومات دقيقة من قبل المصادر والمتعاونين في المنطقة، إسناد جوي واضح من قبل قوة جوية وطيران الجيش، وحقيقة إداء رائع للقطاعات الأمنية لأبطال الجيش العراقي والشرطة الاتحادية. من خلال هذه المعلومات استطاع أن نلقي القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء، وعلى 42 مطلوب لمواد قانونية أخرى، بالإضافة إلى 2 نساء عابرة الحدود. مع حقيقة أيضا اللواء الركن سيد عماد الزهيري أشار إلى نقطة مهمة ومفصلية دائما ما تتكرر على لسان الكثير ومنهم المراقبين السياسيين أيضا وحتى الإعلام والصحافة، تؤكد على موضوع التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية. الخلل الكبير اللي دائما كان يحصل بخروقات أمنية من تنظيم القاعدة سابقا وتنظيم داعش الذي استولى على مساحات واسعة من محافظات العراق، كان سببه عدم التعاون الوثيق بين المواطن والأجهزة الأمنية لأسباب كثيرة. يعني كانت هناك الكثير من الإشاعات والكثير من الكلام يتداخل فيما بين لتبعية الأجهزة الأمنية لما
لأحزاب وما إلى ذلك، ومن ثم انعكاس ذلك سلبا على نفسية المواطن وخوفه من التعاون مع الأجهزة الأمنية. لكن هذا تم نفيه ونسفه بشكل كامل في عمليات التحرير، وبدت الصورة واضحة وجلية للمواطن العراقي، وخاصة في تحرير محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. وأصبح اليوم المواطن بالدرجة الأولى هو من يتعاون مع القوات الأمنية. لنستمع. عن الوضع الأمني يشهد استقرار جيد نتيجة تبني العمليات النوعية والاستباقية، ونتيجة اتخاذ القيادة عدد من الإجراءات المهمة. هنالك دور متميز وكبير لمدراء أقسام شرطة اللي الآن المسؤولين عن مراكز الأقضية والنواحي، وهم حقيقة يقومون بعمل شرطوي أمني وعمل عسكري في نفس الوقت، وبالتالي هذا الجهد الكبير ساهم بشكل كبير على استقرار جيد. أيضا التعاون والتنسيق العالي مع القطاعات الأمنية فيما بينها بعضها البعض، وزارة الدفاع والداخلية، وهذا يحسب لقيادة العمليات وهيئة الركن، وكذلك التنسيق والتعاون العالي مع سرايا السلام وألوية الحشد العاملة ضمن القاطع مع الحشد العشائري، والدعم الكبير اللي يجينا من قيادة قوات البرية والمشتركة وبإشراف السيد رئيس أركان الجيش، ساهم بشكل كبير على تطوير هذا الموضوع. عندنا عدد من الأعمال النوعية إن شاء الله والعمليات الاستباقية سننفذها إن شاء الله في حينها بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. يعني واضح من كلام سيد لواء الركن عماد الزهيري مدى التعاون الكبير اللي تم بين المواطن وأيضا الأجهزة الأمنية، وتحديدا في شهر محرم الحرام والزيارة الحسينية واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونجاح هذه الخطة والعمل في المرحلة الثانية من أجل حماية المواكب الحسينية القادمة خلال هذا الشهر العظيم. هناك حاجة فعلية يجب أن نتطرق لها وأن تبقى دائما في مستوى منظور القادة الأمنيين بالدرجة الأولى، وأيضا المواطن العراقي بالدرجة الثانية التي لا تختلف عن أهمية نظرة القاد العسكري، وهي أن تنظيم داعش ما يزال في المناطق الصحراوية ويعشش هناك. يعني قادر، إذا كان قادر على سابقا أنه يتحكم ويسيطر على مناطق، الآن غير لا يمكن أن يكون بمقدورة أن يسيطر على مساحات سوى مناطق صحراوية لا تعتبر أهمية استراتيجية، لكن في نفس الوقت تؤثر على الطرق استراتيجية، ومنها المناطق الصحراوية المشتركة بين محافظة صلاح الدين والأنبار، وكذلك المناطق الصحراوية المتاخمة للحدود العراقية السورية وصولا إلى محافظة نينوى. عملية مشتركة قادها الفوج التكتيكي لمحافظة الأنبار بمساعدة قوات التحالف، يعني أكدت على نجاح هذه العملية، والكشف وتدمير أنفاق لمعسكر الشيخين بين قوسين، يعني مسمى من داعش أن هذا المعسكر معسكر كبير لأنفاق كبيرة ومعدات تم أيضا الاستيلاء عليها، يعني أعتدى وأحزمة ناسفة وعبوات ناسفة ومواد متفجرة بشكل كبير. يعني الزميل المخرج إذا ممكن تعرض لي الصور التي تم رصدها، صور توضح هذا المعسكر الكبير لتنظيم داعش في صحراء الأنبار، وبالتالي نجحت القيادة الأمنية بمساعدة دولية. المساعدة الدولية هنا من أجل مصلحة العراق، المساعدة الدولية من أجل مصلحة العراق، لا ضير أن يكون التحالف الدولي أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بمساعدة أمنية للعراق. الدول العالم كلها تعتمد على المساعدة والتبادل الاستخباري والمعلوماتي بينها فيما بينها لحفظ أمنها واستقرارها، لكن إذا كان هذه المساعدة على حساب أمن واستقرار ورخاء ونمو هذا البلد فإحنا ما محتاجيها. يعني بعبارة أوضح، الكثير اليوم من السادة المسؤولين يرفضون تدخل الدول الإقليمية وكذلك العالمية أو الدولية بشؤون العراق في تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة، لكن نرى أن هناك معيار واضح مختلف في التوجه نحو عدم السماح لجهة دون الأخرى. نعود ونقول ونكرر أن مصلحة العراق تأتي من مصلحة توافق
الأحزاب، لأن الأحزاب اليوم هي الحاكمة. ما ممكن اليوم أنه ننظر أو سيأتي حكومة قاعدة بالأردن، حكومة قاعدة بحدود الكويت، حكومة بالطيارات تنتظر الإشارة الخضراء والنقطة الخضراء تنزل بالخضراء وتستلم زمام الأمور. هذا الكلام غير معقول، وأيضا يعني ما ممكن تطبيقه خلال هذه الفترة ولا مستقبلا. لماذا؟ لأن الأوضاع التي تم تكريسها ووجود العملية السياسية بإشكالياتها وسلبياتها الموجودة ممكن إصلاحها على المدى البعيد. ما ممكن أنه اليوم نبقى بمسألة ونظل عايشين مع، يعني للأسف بعض المواطنين ينظر إلى أو لا يزال ينظر إلى مسألة الانقلابات أنها انقلابات حقيقية وستعود بالعراق إلى التخلص من الفساد وما إلى ذلك من أمور. لكن اليوم ما من كان السياسي عليه مؤشرات فساد أو ما إلى ذلك، فهو بالنتيجة بشر، ممكن هذا البشر يمكن إصلاحه أو تقييد أو تحييد فساده. كيف إذا أصرت الكتل السياسية على العمل وفق الدستور، وفق ما كتبوه هم الدستور اللي موجود حاليا واللي دائما يلجؤون إلى من خلال خلافاتهم أن يلجؤون إلى الدستور وتفسيرات المحكمة الاتحادية، ممكن أن يفعلوا القوانين التي هي تعتبر ساندة وحافظة للمال العام الذي للأسف آلاف المليارات تم صرفها، وبعدين يجي السياسي يقول لك وهي مو صرفت كلها للفساد، أغلبها راحت رواتب. طيب إذا كان رواتب فأعلى مستوى للراتب الموظف صغير الدولة ما يصل 1.5 مليون، بينما من يجي ندحق على راتب مسؤول واحد من الدرجات الخاصة فما فوق فنجده 7 ملايين أو 8 ملايين من غير المخصصات ومن غير الأمور الأخرى، يصل لل 12 ويصل لل 14 مليون، أو الأرقام كانت سابقا تداول حقيقية أو غير حقيقية فالأرقام أعلى من ذلك، صل إلى 30 مليون يعني راتب المسؤول في الدولة العراقية. فكيف أن يكون هذه فقط تنسب إلى رواتب موظفي صغار الدولة ويتم التغاضي عن رواتب موظفي كبار الدولة؟ يجب أن يكون هناك عملية ترشيق بالرواتب، هذه كخطوة لا تحسب بالاتجاه الصحيح فقط، وإنما كبداية للتوجه نحو استقرار البلد والأمور الاقتصادية. الكل يتكلم عن مرحلة اقتصادية قادمة مختلفة عن ما كانت عليه سابقا، وهل هذا يعني أن الفساد سينتهي؟ طبعا لا، إذا بقى الموضوع مثل ما يعني ما تغير شيء، يعني 2014 و15 و16 و17 ما غيرت، ما نطت قوانين، عندنا قوانين من الدورة السابقة ننتظر اليوم البرلمان العراقي أنه فقط للتصويت، أو ما تم تصريح بخلافات بين الكتل السياسية الآن أصبح التوافق داخل البرلمان أكبر بكبير من المسميات السابقة. سابقا كان هناك تحالفات إثنية وطائفية، الآن تداخلت الكتل فيما بينها وشكلت تحالفات مختلفة الأطياف. بمعنى آخر أن اليوم الرؤى في نحو القوانين يجب أن تكون مختلفة عن ما كانت عليه سابقا، وأن الخلافات السابقة بقوانين مثل قانون المجلس الاتحادي، قانون النفط والغاز، قانون التقاعد الوطني، قوانين أخرى مهمة وكبيرة ممكن أن تحرك عجلة الاقتصاد وأن تسهل للمواطن العراقي حياته اليومية بالفترة القادمة، ممكن أن نراها من القوانين التي سيتم التشريع لها والتصويت لها في الدورة القادمة. أما إذا بقى الحال على ما هو عليه لا رؤية حقيقية برئيس الوزراء بسبب عدم الاتفاق بشكل انسيابي ورغبوي بين الكتل السياسية، الحقيقة لحد الآن يرشح شخصية من الجهة الفلانية ألف يرفض باء، يرشح من باء يرفض ألف، وهذه يعني خلال هذه الأشهر أو الشهر أو الأسبوعين الماضية على هذا المنوال، دائما نتقدم خطوات ونرجع للمربع الأول، نتقدم خطوات ونرجع للمربع الأول بسبب عدم ثقة الكتل السياسية وتحديدا الفائزة، تحديدا الفائزة
مقاعد أكبر فيما بينها بشخصية رئيس الوزراء القادم. أيضا الموضوع الآخر والمهم أنه ليس لرئيس الوزراء عصا موسى اللي تضرب على المشاكل المتراكمة طوال سنوات ال 15 الماضية وأن يحلها بالأربع سنوات. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، إذا لم يتم سند أو إسناد رئيس الوزراء القادم وتركه برؤية اقتصادية إدارية مالية بحيث يتولى شؤون وزارته بدون تدخل الأحزاب، ممكن أن يكون هناك تعديل للمسار العملية السياسية. أما إذا بقى أنه مصلحتي تتطلب كذا وأن رئيس الوزراء يجب أن يوافق على هذه المصلحة، وإذا ما وافق فأنا عندي البرلمان أقدر أنه أحط له العصا بالعجلة، فأيضا ما راح نتحرك ولا خطوة للأمام. ليش؟ لأن هذا المنوال للأسف لا يزال موجود، وهذا النفس لا يزال موجود داخل الكتل السياسية، ورغم تصريحاتها الكثيرة بمسألة تجاوز المراحل السابقة، العمل بشكلية ونظرة مختلفة عما كانت عليه سابقا، لكن على الواقع وتحديدا باختيار رئيس الوزراء لا يزال الأمر ضبابي وغير واضح، وممكن أن تشهد الأيام القادمة احتدام وأزمة أكبر مما كانت عليه، لأنه يبقى بالتأكيد رئيس البرلمان تم التوافق عليه ورئيس الجمهورية يتم التوافق عليه، لكن المسألة الأكبر الصلاحيات والسلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء مثل ما يعني يريد الدستور العراقي، والصلاحيات اللي وضعها الدستور العراقي بالنسبة لرئيس الوزراء وهو السلطة الأعلى التنفيذية في الحكومة العراقية، والكل ينظر إلى هذا المنصب أنه مغنم وليس مصلحة للبلاد. للأسف نقوله الكل ينظر إلى هذا المنصب إلى منصب أنه غنيمة يتم الحصول عليها وعدم التفريط بها لأي جهة كانت، حتى وإن كانت هذه الجهة معروفة لدى الجميع الكتل السياسية أنها قادرة على قلب الأوضاع وإعادة أوضاع العراق بالشكل الصحيح. هذا ما يمكن تصوره للأيام القادمة، ولا يزال الوقت مواتي أمام الكتل السياسية. يعني عندنا اليوم مباشر إلى جلسة يوم الثلاثاء، ممكن أنه نشهد تسمية رئيس الجمهورية وأيضا تصريح من رئيس الجمهورية ليسمي رئيس الوزراء ويطلب من الجهة القادرة على تسمية رئيس الوزراء، لأن لحد الآن الكتلة الأكبر بالاتفاق بين بناء وسائرون أنه يبقى الوضع على ما هو عليه، لا تشكيل لكتلة أكبر، وإن كان هناك حاجة لموضوع الكتلة الأكبر حتى يحسم الموقف بشكل واضح وجلي مثل ما انحسم بالبرلمان ورئاسة البرلمان، حتى تمكن الحكومة القادمة من أداء واجبها دون أن يكون هناك تداخل للجميع في مسألة الحكم. الجميع ينظر إلى الحكم أو الدخول إلى السلطة التنفيذية ويترك باب المعارضة مفتوح، ولا يريد الدخول في باب المعارضة، وهو يعلم ويعي أن المعارضة يمكن لها أن تكون أو تكون قاعدة شعبية خلال السنوات القادمة في حال إن فشلت الكتل السياسية من أداء الواجب المطلوب منها من تصحيح الأمور. وهذا شيء يجب أن يكون في أفق وفكر السياسي اليوم اللي موجود، لكن للأسف ننظر إلى هذا الموضوع أو ينظرون إلى موضوع المعارضة أنه موضوع لا يأتي بفائدة حزبية لما إليه من أمور. يعني احنا هم نرجع نقول للسياسيين حقهم أو الأحزاب حقهم، إذا تم إخراج أي حزب خارج السلطة التنفيذية فيتم استبعاده حتى من الأعمال الأخرى، حتى بالبرلمان يكون ضعيف، وهذه يعني راجعة ترجع لمسألة النظرة السياسية للكتل الكبرى المسيطرة على مشهد البرلمان العراقي. يعني اليوم إذا كان المواطن العراقي بحاجة إلى أمن، ومثل ما قلنا قبل قليل أنه العمليات العسكرية اللي صارت في الأنبار وهذه الصور اللي راح توضح اللي كشف به الفوج التكتيكي لمحافظة، زميل المخرج إذا سمحت أعرض لي إياها، هذه الصور تؤكد أنه قدرات القوات الأمنية أو قدرة القوات الأمنية بمساعدة دولية، لا نقول أن القوات الأمنية غير قادرة، لكن هناك حاجة للتعاون وبناء قوة أمنية قادرة على حفظ الأمن في مناطق شاسعة كبيرة صحراوية تمتد إلى
640 كيلو متر حدودية بين العراق وسوريا، ما ممكن لأي دولة أن تسيطر عليها، لكن بوجود القوات الأمنية قادرة على إنهاء هذا المعسكر، معسكر الشيخين اللي في صحراء الأنبار، وهو من أكبر المعسكرات التابعة لتنظيم داعش معروف ويتداول بالأوساط الإعلامية، تم إنهاءه وإنهاء على شبكة الأنفاق اللي بداخله والسيطرة عليه بشكل كامل. لكن هل هذا يعني أن الموضوع انتهى هنا؟ يعني ممكن هذه الصحراء واسعة، وممكن أنه عناصر تنظيم داعش اللي بقى وتم قتله واللي بقى أو هرب لمكان آخر أن يرجع ويعود ويبني المعسكر. وأيضا من تصريحات القادة العسكريين أنه لا يمكن للقوات الأمنية البقاء في مناطق صحراوية، لأن موضوع الدعم اللوجستي وموضوع الإدامة والمتابعة يتطلب قطعات كبيرة ويتطلب عناصر قوات أمنية كثيرة، وهذا حقيقة صعب على القوات الأمنية تغطيته، لأن مساحات واسعة وكبيرة ما ممكن تغطيتها بشكل دائم و24 ساعة. لكن إحنا اليوم النجاح في مراكز المحافظات بحفظ أمن المحافظات ومراكزها وأقضيتها جيد جدا يعني، لكن النظر والتوجه وتوجيه السهام والأنظر خارج المحافظات باتجاه المناطق الصحراوية سيقلل من محاولات تنظيم داعش. نقول أنه داعش لا يستطيع الآن مهاجمة القرى سوى القرى البعيدة والنائية، فقط المناطق البعيدة، أما المراكز المدن والأقضية فقد يعني فقد سيطرته وقوته لهذه المناطق. هذا اليوم يعني أغلب الموضوعات اللي ناقشنا موضوع سياسي وترشيحات رئاسة الجمهورية، وكذلك توقعات وتلميحات رئاسة الوزراء، وأيضا تكلمنا عن الملف الأمني في محافظة صلاح الدين وتحديدا سامراء وقضاء بلد، وأيضا في محافظة الأنبار والعملية العسكرية المشتركة لتمشيط وتطهير المناطق الصحراوية في محافظة الأنبار. هذا يعني هذه المواضيع وغيرها إن شاء الله سنكون أيضا معكم في تغطيات أخرى على مدى يوم الأحد ويوم الخميس في الساعة 7. ابقوا معنا، إلى اللقاء.